يعني نحن ما زلنا في يعني ما تحدثنا كثير، ممكن نكون عن العيد في الماضي، العيد زمان وذكريات العيد زمان. أستاذة بدر، هل بتشوف في فروقات أو في ذكريات محددة كده هي كانت مرتبطة بالعيد زمان أيام الطفولة ممكن تكون اختلفت الآن بعد ما كبرنا؟ هو طبعا يعني ما انا ما بقول في اختلاف واضح في العيد الان في الوقت الحاضر والسابق. ليه؟ لانه الشعب السوداني بيتميز بصفات من الصعوبه انها تنتهي بمرور الزمن، وان كان الوضع الاقتصادي الحالي اثر على الاعياد، على الافراح عموما، على المناسبات العامه. فالضغوط الاقتصاديه بتاثر نوعا ما في الفرحه، لكن نحن الشعب السوداني بطبعه يعني لحظة الفرحة بيفرح يعني وبيعيش اللحظة. فالعيد يعني سابقا كان في بساطة في الحياة، يعني ما كان في تكلفة، كان في تكلفة مادية، ما في تكلفة اجتماعيا برضو، ما في تكلفة صحيح، لأنه ما في شخص بيهاجر من أجل العمل بعيد من ولاية لولاية، أو يعني يكون قريب للأهل. غير كده يعني بغير العيد الآن من العيد السابق، ممكن الآن تلقى شخص في 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 منطقة، لكن رب البيت بيعمل في منطقة ثانية بعيدة صحيح. جدا. يعني الآن احتياجات العيد بقت يعني كبيرة جدا، ما زي زمان يعني. فالاحتياجات ذات الآن في الوقت الحالي فيها نوع ما من الغلاء، فالغلا ده أثر في فرحة العيد يعني.